عشان انول كل الرضا. لو سمحت يومات اروح له. استاذنك لو سمحت مرتين. لو سمحت للسيدة. معاك دكتور؟ ايه غالي؟ حضرتك دكتور؟ ثانية بس غير بخلص الشغل، ثانية واحدة. طب استأذنك بس عايز الدواء ده لو سمحت. حسين لو سمحت. يا نجم يا عم انا بكلمك. انت عصبي ليه يا عم؟ انا بكلمك. مش عصبي، انت دكتور ولا ايه؟ انا الدكتور هنا. طب ما ترد عليا، انا بكلمك. ايه مش عاجبك؟ طب ما تخش الصيدلية يا فندم. انا اول مرة اخش الصيدلية. انت دكتور؟ رد عليا يا باشا. انا اسف معلش. طب بعد اذنك اديني الدواء ده. هتعرف تقرا ولا اقراه لك؟ يا عم واحدة واحدة. يا عم طب هي عندها كام يوم؟ عند مين دي اللي عندها كام يوم؟ انا عايز الدواء ده لو سمحت. ده علاج لكلبه. كلبه؟ والله العظيم انت مش محترم وهقل منك يا عم. عشان انت كده بتغلط. طب واحد الله، هو مكتوب عندي. مكتوب ايه وزفت ايه يا عم؟ مكتوب كوكسوكيور وافوماك اردني، ده بتاع الجرب لما بيتحط. يا عم انت فين صاحب ام الصيدليه اللي هنا دي؟ بيتكلم باحترام يا فندم. واحد الله يا جماعه، حضرتك بغلط يا فندم. انت مش شايف انت بتقول ايه؟ تقول لي كلبه وده ينفع؟ لكن في حي السيدة. يا عم انت بطل استفزاز، بطل استفزاز. تعال لي بره. طيب طب واحدة 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 واحدة. الله يستر يا غالي. انت مالك فيك ايه؟ انا بقول لحضرتك عندها كام يوم؟ عندها يا ابني. هو انت في ايه يا فندم؟ انت مش العلاج ليك؟ انا عايز الدواء ده. ماشي حاضر هجيبه لك اهو. عمر كام يوم بقى؟ على حسب، عشان برضه ابقى عارف اجيب لها العلاج المظبوط. ايش عرفك ان هي واحده يعني؟ ما يمكن يكون راجل. وعشان نقول كل الرضا. اهلا اهلا. ايه عملت ايه؟ انت رايح فين يا عم؟ عملت ايه؟ انت رايح فين؟ اديها حقنة. اتعشرت ولا لسه؟ اديها حقنة. دكتور الفيتامينات عندها ناقصه. اه تمام. يا عم انت تعالى كده بس، تعالى كده. املاح معدنيه. ما انت الشتة دي. طب خد. انتوا مجانين يا عم ولا ايه؟ انت جاي تاخد. اوعى بس ايدك كده. البغله بتاعك حامل بغله. يا عم انت خليك محترم يا صاحبي، خليك محترم ما تغلطش. لا لا يا عم انت حط لها الاملاح المعدنيه، تحطها في قلب كوبايه. انتوا مجانين ولا ايه؟ فين فين صاحب الصيدليه؟ الاملاح وتقلب كويس، تدي لها كل يوم لتر. فين صاحب الصيدليه اللي هنا؟ تعالى بس كده. فين صاحب الصيدليه؟ انا يا فندم انا شغال هنا. انت ايه؟ انت ايه؟ طب يا دكتور بس عايزين ناخد الحقنه. يا عم طلع الحمار ده بره. اتفضل يا فندم، اتفضل يا فندم. الحقنه والله لا بلغ عنكم. بلغ ايه يا فندم؟ احنا هنا عياده شامله. اقسم بالله. انا انت يا عم اسمع بس الكلام عشان ما اكسرلكش وشك. يا فندم دي صيدليه شامله يا باشا. ده قسم البطري هناك. يا عم اطلع بره بس. انت استنى انا فهمت انا كده. اطلع بره. معلش معلش انا حقي بقى. اطلع بره يا فندم. يا ابني احترم نفسك يا ابني. ايه اطلع بره من انت جايب ده؟ حقه يتضايق. انا كنت مفكر اللي هي عياء بتاعه معلش. فين صاحب الصيدليه؟ دي وشطه بشريه ولا فين صاحب الصيدليه؟ اجيلك وقت ثاني. انا صاحب الصيدليه. انت خلاص روح وحط لها الاملاح وعدي عليا بعد يومين. بس هي عايزه حقنه. يا ابني انتوا مجانين. اجيلك تاني يومين وعدي عليا. خلاص تمام. بص معلش انا افتكرتها مش بشريه دي. انت حمار. فين صاحب الصيدليه دي؟ انت حمار مش بني ادم ما بتفهمش يا فندم. خلاص يا فندم هات كده يا فندم. اتفضل دي بشريه. خلاص انا بحسبك تبع البطاريه. اصل احنا هنا شامل. طب اديني الدواء ده بعد اذنك. انزلينا جوي. انزلينا انجل. انت بتحلم بانجلينا جولي ولا ايه؟ والله مكتوب كاتش. يا عم اوعى اوعى. يلا يا عم. طب خلاص اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. يا فندم اتفضل. غرفة داهية. اتفضل. طب تعالى يا فندم. تعالى خد. حد يجيبه. انت بتشتمني انا؟ يا والله العظيم بهزر معاك. تهزر معايا؟ انت عارف انك مش تهزر معايا يا فندم. والله بهزر معاك. صلي على النبي. والله بنهزر معاك. صلي على النبي. تهزر معايا ازاي يعني؟ صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. حاجة زي اللوز ولذيذ يا مدمس. خد لك منه بقرش وغمس. يا ابني انت مجنون. بنظر معاك والله. كاميرا خفيه. وحد الله وحد الله يعني. ما يا عم الكاميرا خفيه قوي. زفت ايه يا فندم؟ والله بص احنا بنعتذرلك جدا. صلى على النبي. ده مش هزار ده. صلى على النبي. ده قله ادب والله. بص صلى على النبي. انت شكلك راجل محترم ما بنعملش بقى مع اي حد. بس والله شكلك راجل محترم. وقلنا هنتقبل. انا محترم غصب عنك. انت اللي مش محترم. محترم غصب عني حقيقه. انت راجل محترم يا عم. وحد الله بس كده. مش عايزك تزعل والله العظيم. والله يعني مش عايزك تزعل يا غالي. نعتذر لك جدا. بص كده دي كاميرا اهي. عندك كاميرا جوه هنا. انا مش عايزك تزعل بقى انت فاهم. في كاميرا برضه فوق. انا مش عارف اقول لك ايه. طب الدواء ده موجود ولا ايه؟ لا بص كل حاجه الدكتور هيطلع لك تمام. بس يعني نظم معاك. كل سنه وانت طيب. انت طيب. انت عندك مشكله اللي حصل ده يتزعل؟ لا ما عنديش مشكله طبعا. تمام فاهم بقى. طلعت على التلفزيون يا حاجه بقى وتعرفهم في المنطقه.
يا دكتور انا وديت الحمار هناك تمام وحطيته قبلها حد. انت تاني؟ انا عايز اعرف انت معاك بغل ولا بغله؟ انا معايا الاثنين. يا باشا بنعتذر لك، هو الدواء ده كان بتاعك صح؟ اه. طب احنا بنعتذر لك جدا بقى، الدكتور هيشوف لك حاجه.